السلام عليكم، انا مليكه مدينه وجده. خويا راه عندي مريض، كان غير درس ولا له مرض السرطان، وراني رافداتو يا نايا، ونطلب الله يعاون المحسنين وباش يعاونوه باش يداويوه. وراه حنا دروك المحسنين اللي يكونوا بينا اللي عطانا شي، ما راني ما نخدم انا ما والو، دايره الساعه نتاع القلب، دايره العمليه على القلب، واختي مريضه عندي، ورحنا غير في واحد لانطوراج عاطينها غير الناس، لا ما لا ضو لا والو، ورشي مرات حتى المصروف الماكله تمنع بينا، غير لا كان شي اللي عطاونا عباد الله يديروا فينا خير. راني لا ما خدمه لا والو، خويا راه عندي هنايا راني راه مريض، جاهم ديناه المزواريه وما داروا له لا دواء لا والو، زاد يخماج وراه قاعد. قال لك ما عنده علاج، ما عنده علاج. ايوا درك انا راني مريضه واختي عندي، وانا راني بالاخر، وما كاش اللي يخدم علينا، ولا اله الا الله محمد رسول الله، لا كان شي اللي يعاوننا يوجه الله نداوينا، وغير الحجره والطراب، ولا ما عطاوناش الناس ما ناكلوش، ونطلب من الله ومن المحسنين والملك الحاضر سيدي ربي يحن علينا من هذا الحجر، وغير ميها ولا الضو ولا خويا يتشافى ولا الدواء ولا شي حاجه ولا. عنده 51 عام، عنده 51 عام، خدام ميكانيك، واليوم طاح غير درسا، دارت له مرض السرطان، جه في الوجه. الوا درك انا راني رافداتو، انا خويا راه مقطع وخانز وما جبرتلوش جهد، ديناه المزواريه الله غالب، ما كانش الفلوس باش نكملو باش نداويوه، وما جبرت جهد باش نداويه، وراه مقطع وخانز، ونطلب الله والمحسنين والمالك يعاونوني في خويا ويجازيهم الله.